انت ممكن بالنيجاتيف بتاع البطارية تتحكم في كل حاجة عادي. اه ممكن يكسر الشاشة فعلا بقى. يا عم سويفت على سبوتيفاي. يا اهلا وسهلا بيكم لكم التكنولوجيا. النهارده جايين نتكلم عن 7 حاجات انا متاكد ان في 5 منهم على الاقل انت ما تعرفش ان موبايلك يقدر يعملها. يلا بينا. رقم 1، ممكن توصل ماوس وايرلس بالموبايل بتاعك. يعني بص عادي تفتح كده تروح يمين وشمال تفتح الساوند كلاود فاهم، انت موبايلك انت ممكن تتحكم فيه كله على بعضه كده وبكل حاجه يعني كانه فتح كمبيوتر. طيب ازاي الكلام ده بيتعمل؟ ببساطه قوي، بتروح للبلوتوث تدوس عليه كتير، تدوس عليه كتير تاني، تروح للبلوتوث سيتنجز، بعد كده تمسك الماوس بتاعك وتخليه على البيرنج مود. انا في العادي مثلا في الاماكس ماستر بتاع لوجيتك بتدوس على الزرار ده كتير، اي ماوس بيكون ليه زرار كده بتدوس عليه كتير بيحط في بيرنج مود، تنزل في البلوتوث كانه سماعه بتلاقيه تحت كده موجود دوس عليه، ودلوقتي بقى موبايلك والماوس كأنك فاتح جهاز كمبيوتر، حاجة تحفة. الكلام ده كان موجود في اندرويد وكان موجود في الاي او اس بس على الايباد او الايباد او اس. الجديدة بقى ان دلوقتي ممكن تشغله على موبايلك. اقول لكم على فكرة روشة جدا، الموبايل ده من اول ما اتحط على الترابيزة كان تحتيه حاجة وفي علامة هنا ان هو بيشحن، تحتيه باور بانك وايرلس من انرجايزر. دي حاجة روشة جدا، اكسسوار روش جدا، تحط موبايلك كده وتلاقي موبايلك بيشحن. واو. نكست. لو انت عندك موبايل شاشته تاتش حاجه كويسه جدا، عندنا مثلا هنا الايفون عادي جدا ومعاك بطاريه في بيتك ومكسل تدوس بصباعك على الشاشه، لسه هتدوس بصباعك يعني كده؟ لا، انت ممكن بالنيجاتيف بتاع البطاريه تتحكم في كل حاجه عادي. اه ممكن يكسر الشاشه فعلا بقى. يا عم سويفت على سبوتيفاي فتح. ايه ده، بلس بيشتغل احسن كتير، وبلس كمان. طب ما كده احلى كتير. بس صباح الفل فاهم، انا بوظت السكرين. صعب، انت اللي بتغش منه. اعمل براحه الموضوع. لا سوايب كده مثلا او اعمل سيده بالراحه بيشتغل. اه حلو الكلام ده. لا صوايع احلى. نكست. هل تعلم انك ممكن تستخدم كاميرا موبايلك عشان تعرف اذا كان بطاريه الريموت بتاعك خلصت ولا لا؟ كل اللي عليك تعمله بتفتح كاميرا موبايلك وتقرب كده الريموت من الموبايل كده، بتدوس على اي زرار بتشوف الريموت بيطلع السيجنالز بتاعته، حاجات زي كده سيجنالز دي غير مرئيه بالعين. يعني انا لو دوست كده انا لا يمكن اشوفها بعيني، ولكن كاميرا الموبايل بس هي اللي تقدر تشوف السيجنالز دي وتعرف اذا كان الريموت بطاريته خلصت. او بقى لو انت جامد قوي بقى تتابعني اكتر الفتره اللي جايه، تابعني على الفيسبوك عشان هنكون بنعلن عن شركه سمارت هومز الجديده اللي هتخليك تستغنى عن هذا الريموت تماما وكل حاجه تبقى بصوتك عادي. Alexa turn on entrance ceiling cool. بس كده. Alexa turn off entrance ceiling cool. الموضوع بسيط جدا. Alexa open reception. Alexa close. كده احنا فتحنا الستارة، ممكن نقول لها Alexa close reception and turn on reception. Alexa turn on reception. لو انت بتنور او نورك تحكم في ستايلك تعمل كل حاجه. الفيديو ده هيكون فيديو بنتكلم فيه على سمارت هوم بالتفاصيل، الفيديو ده هيكون روش جدا جدا جدا. Alexa turn off reception. كده الاجواء روش كده. البرنامج اللي بعده اسمه هود واي جو. فكره البرنامج ده فكره بسيطه جدا ولكن عمليه قوي قوي قوي. لو انت شخص بتحب تستخدم جوجل مابس او بتحب تستخدم الخرائط في طريقك، بس عندك مشكله مثلا ان عربيتك ما فيهاش الابل كار بلاي او الاندرويد اوتو او الحاجات دي، بس انت عندك موبايل شاشته منوره وفي حاجات وكده، بكل اختصار بتنزل ابلكيشن هود واي جو، تفتحها مثلا انا عايز اروح ل قول اسم مكان كده مثلا عايز اروح سيتي ستارز، بعد كده اقول له ايه ليتس جو، بيحملك الخريطه، تمسك موبايلك ده تحطه عند الازاز. ففكرته ان هو يتحط عند الازاز بيكون حاجه شبه كده، انت لو جنب بص ريفلكت معرفش هتتشاف ولا لا، صعب قوي يتشاف. شايف باينه اهي؟ باين جامده قوي. لو انت مش عارف مين هيسنتر الاول او تطلب مطعم ايه، تقدر تقول لسيري يا سيري اقلب لنا عمله معدنيه. هي سيري فليب كوين. اتس تايلز. ممكن تقول لها هي سيري فليب كوين اجان. تايلز. تايلز تايلز. It's heads. شكرا كده هنلعب انا.
واخر حاجه معانا النهارده دي حاجه اساسيه جدا جدا لو انت شخص بتحب تعمل حاجات بنفسك. يعني مثلا انا من يومين كنت بعلق تلفزيون جديد في الاستوديو الجديد اللي هنتكلم عليه وهنعمل فيديوهات منه خلال الفتره اللي جايه. لو انت مش عارف ايه هو الاستوديو الجديد محتاج تتابع فيسبوك لان احنا اتكلمنا عليه في لايف ستريم بكتير ايه هو الاستوديو الجديد. المهم واحنا بنعلق تلفزيون محتاجين نتاكد التلفزيون ده خط مستقيم مش عامل كده. فباختصار في ابلكيشن على موبايلك الايفون اسمها ميجر، بتفتح الابلكيشن دي وتروح لليفل. ليفل ده فكرته ان الموبايل ده لما يتحط على سيرفيس زي ده هيروح عامل ليفل، او في نفس الوقت انت ممكن تعمله كده فيقول لك ان دي ليفلت. ممكن تستخدم بقى كده ده، انت ممكن تستخدم ده كده انك تشوف مثلا اي حاجه معدوله ولا مش معدوله، فاهم؟ اي حاجه 90 ولا لا. ايه يا شباب جابها منين؟ ممكن تعرف الكرسي بتاع انت على مظبوط ولا لا. ممكن تشوف النجاره هو بيعمل الرف عامله صح ولا لا. ما شاء الله عليك. ممكن تشوف زرار اليوتيوب هو بيتحط كان مظبوط ولا لا. Alexa turn on YouTube button. مظبوط. برضه فكره الليفل دي موجوده في اندرويد على ابلكيشن جوجل. وبس كده، دول كانوا 7 حاجات مدفوعين في موبايلك، 5 منهم اكيد انت ما تعرفهمش. لو عارف الفيديو اتاكد انك لازم تعمل لايك، لازم تشترك في القناه. عمر تيجي هنا اشوفكم.